السلام عليكم طلاب، نكمل شرح المحاضرة الأولى. طبعا هي ما بيها محاضرة 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 ثانية، بس احنا نمشي على ترتيب الدكتور، تمام؟ فهذه ترتيب المحاضرة الدكتور، هذه المحاضرة الأولى نكملها. نجي للبارنتيال ادمنستريشن، يقول لك من تشو there will be therapeutic advantage in bypass the intestinal barrier by using parenteral injectable dosage form this including. يعني هاي حكي كل هذا من عندي، انه يابا انه انا من اخذ البارنتيرال من اخذ بارنتيرال ادمنستريشن، تمام، اني اكيد راح تعبر لك شنو الانتستينال بارير، فشنو الادفانتج انه انا من عباره الانتستينال والجاسك، يعني بصوره عامه الجاسك انتستينال تراكت بصوره عامه شنو الادفانتج انا من عبارتها. الادفانتج انه مثلا عندي بيشنت، تمام، ما يتحملون او ما عندهم القدره على ان ياخذون علاجات اورالي، تمام، اكو بيشنت، تمام، فما عندهم القدره او يتحملون ياخذون شنو ياخذون الدراج اورالي. هسه اوكي تقول انا مثلا عندي طرق اعطاء، يعني عندي طرق اعطاء مثلا، يعني مهم مو يبلعوها. انت مثلا تقول ما عندهم القدره ان يبلعوها، عندي مثلا سب لينجوال تحت اللسان ما يحتاج يبلعوها لان اكو عويه دمويه، او شنو بوكال يعني خليها بين الخد واللثه، تمام. اقول مثلا شخص فاقد الوعي، فاذا شغلته ما يسوين، فاذا شنو من اتجه للبارنتيرال، يا اما انتراماسكولار انترافينوس، تمام. وصم دراج، بعض الدراجات هي بشكل رابطلي وكومبتلي ميتابولايزد المن الى ان اكتف برودكت، ومثل مثل اخذناه وين تصير بالليفر اللي سميناها بالفاست باس ميتابوليزم، تمام. شو وقت هاي من اخذ اورال ادمنستريشن، احنا قلنا اكو دراجات، تمام، من اني اخذها اورالي راح يصير بها فيرست باس ميتابوليزم، تمام. فانا على مود اتجنب هذه شنو استخدمها، قلنا من ساعه كنا بارنتيرال، تمام، وانتراماسكولار، عفوا هي بارنتيرال، تمام، وبوكال والسبلنجوال، وكذلك شنو وكذلك الترانس ديرمال، تمام. هذا الادفانتج. زين هسه نجي للديس ادفانتج، شنو الديس ادفانتج بين بالبارنتيرال؟ بالبارنتيرال ديس ادفانتج يقول لك يابا انه الانترافينوس ادمنستريشن بليس دراج دايركت ان السيركوليتوري سيستم. اكيد الانترافينوس يقول لك من انا احقنها في راسه راح تروح للبلط، لان انا راح احقن بالوريد. زين يقول لك وير ات ويل رابيدلي ديستريبيوت ثرو ذا بودي، في شنو هنا الديستريبيوشن مالتها، الانتشار مالتها، يعني هو احنا شوف بالفارما راح ناخذ انه الفارماكوكاينتيك والفارماكو دايناميك. الفارماكوكاينتيك اللي هو عمل البدي على الادراج، شو يسوي؟ هو لازم يسوي شنو ابسوربشن والديستريبيوشن. فالديستريبيوشن هو من موقع من البلط، انتشاره من البلط وين يروح للبدي. فاذا جي لك هنا انه من انا اخذ انترافينوس، فالديستريبيوشن مالته شو حيكون؟ يشكون بشكل رابدلي خلال البدي، وشنو كان بط، وشنو هالشي خلي كان يمكن يوضع الدراج وين بمني ان وين تو بليس انكلودينج تشو ديبويت اند ليفر، واللي شو يصير هنا البايو ترانسفورميشن قصد الميتابوليزم. هسه نخرج ما فهمناها، يقول يابا انا الانترافينوس انا منحقنها، هي راسه مو راح تروح وين للسيستميك سيركوليشن، زين النوب راح تستمك سيركوليشن مو لازم تروح للبدي. فيقول لك يا بانتشارها نفس تستمك سيركوليشن للبدي، تمام، وش راح يكون رابد يكون بشكل سريع، من يعني هاي السرعه ممكن الدراج وين يروح؟ ممكن يروح بمكان انا اصلا ما رايده. شوف ماني انوينتد بليس، بمكان انا ما رايده، مثلا انا ممكن يروح لك بمن، يعني من انا استخدم انتراماسكولار وسب كونتينوس، ما يروح لك بالتشو دي بويت، ينخزن بالتشو دي بويت، او ممكن لا والله يروح للليفر ويصير شنو يصير ميتابوليزم. هذا اول ديس ادفانتج. زين يقول لك ان كومبرشن، يعني من انا اقارن الانترافينوس ادمنستريشن بالسب كونتينوس والانتراماسكولار، فالانجكشن شو سلو ديستريبيوشن اوف الدراج. يقول لك انا من اقارن الانترافينوس ادمنستريشن والسب كونتينوس والانتراماسكولار، فالانجكشن شو سلو ديستريبيوشن اوف الدراج، انه قصدي بمن بما حيظهر لك احنا اتفقنا بالانترافينوس الديستريبيوشن شو حيكون؟ راح يكون سريع رابدلي. ليش؟ لان هو شنو؟ راسه دخل لك للبلد، وللبلد وين راح؟ راح للبدي.
زين هنا لا، هنا بالسب كونتينوس وبالانتراماسكولر شو اتفقنا احنا نحقنه شلون حتى مثلناها بالمحفظه مالت الاقلام تمام. فهنا شلون ينخزن؟ راح ينخزن بمن؟ فهنا الديستريبيوشن راح يكون بطيء، لان من لازم وين راح يصير الديستريبيوشن؟ هو اوكي راح يروح من من التشو ديبوت وين يروح؟ يروح للسيستم سيركوليشن هنا يعني تكون بطيئه، لان امداداته امدادات العلاج من الموقع الاعطاء للعفو من يعني ابسوربشن من من التشو ديبويت للسيستم سيركوليشن تكون بطيئه، فاكيد الديستريبيوشن هم راح يكون بطيئه تمام. فتكون بطيئه. This parenteral root produce a diploid. شوف وين اجينا شنو راح تنطيك وين تنتج لك diploid مستودع مال الانسجه اللي هنا شنو ولو بنين مستودع الانسجه الدراج وين راح يوصل؟ يوصل للبلد ولا للليمف مثل ما اتفقنا. يقول لك on in systemic circulation فالدراج will undergo تمام distributive phenoma as orally intravenous administration agent before reaching the target receptor. يقول لك اكيد هو بس مجرد ما يوصل للسيستميك سيركوليشن فكل الدرجات شنو راح تخضع نفس الظاهره، سواء كانت اورال سواء كانت انترافينوس انتراماسكولار، هي فقط من يعني كان الاختلاف من اختلاف بس موقع الاعطاء، هي بس من توصل للسيستميك سيركوليشن كل العلاجات راح تتشابه من توصل للسيستميك سيركوليشن، هي ورا السيستميك سيركوليشن راح تروح للسايت اوف الاكشن تمام. زين عندنا البلود برين بارير تمام، البريمينيت او البريمينيشن لايك اوذر روت ادمنستريشن بارنترالي ادمنستريتد دراج ماني نوت كورس البلود برين بارير which is composite of a membrane to of tightly joined epithelial cells lining the cerebral capillaries تمام which protect the brain from exposure to large number of metabolite and chemicals. هذا الشيء نحط نفهمه يمتى احنا نفهمه من ناخذ فارما. بالفارما راح ناخذ الكابيلاري بيرميابولتي الكابيلاري بيرميابولتي، فراح ناخذ اكو رسومات من يعني اكو سبلين وليفر وبرين. سبلين والليفر فالاندوثيليال سيلز مالتهم ايش راح يكون؟ سلايت بيهم يعني شلون فتحات الابيثيليال سيلز مالتهم ايش راح يكون؟ سلايت. لكن البرين بارير ايش راح يكون؟ الابيثيليال سيلز مالته يكون تايتلي يعني ما بي فتحات، لذلك هنا يعني شو يقول لكنا هاي الابيثيليال سيلز. شوف هي شلون هنفرض هسه هذه هذا هو البرين تمام. هذا البرين ايش مكون هنا تمام، هذا الابيثيليال سيلز. هناك بالسبلين وبالليفر اكو هناك فتحات اسميهم بالسلايت، لكن بالبرين ذن الفتحات ما موجودات. فش مكون لك تايتلي يعني محكم يعني ما بفتحات تمام. فهذا شو يكون لك؟ راح هو يكون لك الحاجز الدموي الدماغي البلود برين بارير تمام. شو يقول لك ناس؟ خلينا نعيد الكلام. يقول لك البلود برين بارير تمام، هو شوف يقول لك مثل طرق العطاء الاخرى البارنتيرال تمام ادمنستريشن هي ما راح تعبر البلود برين بارير. زين البلود برين بارير من مكون؟ مثل ما قلنا مكون من التايتلي جوينت من الابيثيليال سيلز. شي بطل لك؟ يبطل لك ال سيريبرال كابيلاريز. شو هو ليش سويت على مود يحمي لك البرين من التعرضات من للميتابولايت تعرضات للكيميكال؟ هو هذا الحاجز من اسمه حاجز شنو على مود يحمي البرين. زين the net result is that the brain is not exposed to the same variety of the compound that other organ. يقول لك اي يعني هاي الكومباوند اللي حيتعرضها البرين هي مو مثل الاورجان الكومباوند اللي حيتعرضها الاورجانيك الاخر. معلومه تافهه. زين this make it is possible to bypass ال blood brain barrier تمام by injection. ها زين اذا احنا لا بالبارنتيرال لا بالاورال لا اذن كل الطرق
انه هنا الدراجات هاي ما راح تعبر الحاجز الدموي الدماغي. اذا شلون اني شلون مثلا اعالج هذا؟ يعني اذا عندي خلل انا هنا شلون اني احقنها؟ يقول لك تحقنها عن طريق انجكشن الدراج مباشره وين؟ بالسبيسيفيك اورجان، يعني راسه وين؟ بالبرين. زين، يا اما انترا سباينال وهي راح تنطيك تخدير موضعي، او الانترا سيربرال روت هاي احقنها وين؟ مباشره بالسباينال فلويد او بالبرين. تمام. يقول لك عندي برودراج، احنا شنو برودراج؟ اخذنا اثنين اللي هو السولا يمكن الاوسلازين ايه، والكلورا انفينيكول. الكلورا انفينيكول عفوا لازم تقول بلتمايل او بالماتيك اسيد، لازم تقول، لان شنو هناك اذا تقول بس الكلورا انفينيكول معناها هذا مو برودراج، هذا اكتف، هو البرودراج يكون ان اكتف. زين، فانا عندي برودراج، امثل اخرى على من على البرودراج. تمام، انه انا ابدل بالسولبلتي مالتها، وكذلك ازيد بمن بالفوكس بالفلكسبلتي، ازيد بالمرونه. زين، مثال عليها هو المثيل بريدينايسولون. تمام، زين، هو هذا راح اغير بالسولبلتي مالته وازيد بالفلكسبلتي بالمرونه مالته. زين، نجي الاول واحد اللي هو الاصلي النيتيف فورم، الشكل الاصلي مالته اللي هو المثيل. تمام، ابريديني سولون، هذا شنو حيكون؟ سلايتلي ووتر انسوليبل، شكله شو يكون؟ تابلت. اذا اولا اني راح شو يكون هذا راح هو اغير بالسولبلتي مالته واغير بالفلكسبلتي مالته. هسه هنا التابلت يمكن الفلكسبلتي مالته تكون قليله ديكريز. تمام، لكن شنو حضيف لي؟ راح اضيف لي الاسيتيت واضيف لي السكسينيت. تمام، خلينا نضيف شنو؟ استنضفنا له الاسيتيت وهنا شنو؟ الصوديوم سكسينيت. بالاسيتيت هناك كان سلايتلي ووتر انسوليبل، هذا شو حيكون؟ اسينشيالي ووتر انسوليبل. تمام، الاسيتيت استر وراح القاه هناك ايش قلنا شنو؟ نقال تابلت، يعني كان شنو؟ كان الفلكسبلتي مالتها تكون قليله، هنا زيدنا بالفلكسبلتي، زيدنا بالمرونه مالتها، فاستخدمنا اوينتمنت. وكذلك شنو؟ اكو سسبنشن فور الانتراماسكولار انجكشن. اذا زيدنا بمن؟ اولا قلنا سوينا غيرنا السولبلتي مالته انه صار اسينشيالي ووتر انسوليبل. تمام، الشيء الثاني زيدنا بالفلكسبلتي مالته. تمام، فصار شنو؟ صار لاكتوبيكاو. اليوم عمال عندنا خصه صارت. زين، يقول لك انه شو راح القاه؟ راح القاه موجود بالاويتمنت، يعني ها زيدنا بالفلكسبلتي فاستخدمنا شنو؟ استخدمناه اويتمنت مرهم. وكذلك شنو؟ اكو سسبنشن. تمام، الانترا ماسكولار انجكشن، ما دام هو انترا ماسكولار انجكشن شو حيكون؟ حيكون معقم. تمام، زين انا شنو؟ ما يفيدني الاسيتيت، انا الاسيتيت خليتها بس مجرد انه اغير بالسولبلتي مالته اللي هو برودراج. اذا انا من اسوي برودراج، تمام، معناه هو ان اكتف. زين، الاكتف مالته هو فقط هو المثيل بري دينيسولون. تمام، اذا هذا حيتحلل عن طريق الاستريز الموجود بالجسم مالت البيشنت، فينطيني الاكتف اللي هو المثيل، تمام، بري دينيسولون. تمام، عن طريق الاستريز. والصوديوم سكسينيت هناك كان اول واحد هو كان شنو؟ كان سلايتلي، فمن بدل بالسولبلتي مالته صار ووتر سوليبل. تمام، هناك كان شنو؟ تابلت، غير بالفلكسبلتي مالته فاستخدمنا اورال، استخدمنا انترافينوس وانترا ماسكولار دوزج فورم، نفس الحاله. انا شنو اللي يفيدني فقط الاكتيف، هذا ان اكتيف برودراج ان اكتيف، لازم انا احول الاكتيف اللي هو التحول للاكتيف عن طريق من الاستريز اللي هو طبعا هو انزيم موجود بمن؟ موجود بالسيستميك مات البيشنت، فينطيني الاكتيف من المثيل بريدينيسولون. هذا هنا يقول لك انه هو المثيل، هو الار، هو الار، هي الار، الار هذا اخذته مكانها اتش، ينطيني شنو؟ ينطيني المثيل اللي هو الشكل الاكتيف. تمام، لكن من انا اضيف للاسيد، وبين هذا ما احنا شو اتفقنا؟
احنا العصرتين او تمام سي اتش 3. شوف احنا قلنا انه اذا لقينا كربوتين واقل اسميها اسيل فاسيتيت تمام. زين وهنا ايش عندك من تلقى الار شنو همين عصرتين او عباره عن سي اتش 2 حامض كربوكسيلي متصل ب يعني هو صوديوم ساكسونيت. Another example, how broad drug design can significant alter biodistribution and the biological half-life illustrated by two drug based on the retonic acid structure used systemically to treat psoriasis non-malignant hyperplasia. يقول لك هنا انا عندي امثله اخرى شلون راح اصمم عندي انا امثله اخرى شلون راح اصمم برودراج تمام. عندي امثله اخرى شلون انا راح اصمم برودراج تمام. هذا البرودراج انه انا اغير بشكل كبير بمين بشغلتين بالبايو ديستريبيوشن بالانتشار الحيوي مالتها وكذلك بالهالف لايف يعني نصف العمر العلاج. يعني مثلا شلون مثلا عندي علاج مثلا عندي علاج مثلا 100 ملغ هذا علاج 100 ملغ مثلا هو كل الكل نصف ساعه من عندي يوصل نصف يعني مثلا كل نصف ساعه يعني نص ساعه يروح 50% من العلاج او كل ساعه يروح 50% من العلاج تمام. مثلا بالنص ساعه الاولى او بالساعه الاولى صار 50% بالساعه الثانيه صار جد 25% 25 بالساعة الثالثة صار 12.5 بالساعة صار 6 وكسور وبعدين 3 منها لما شنو يعني ينتهي العلاج كله تمام. فإذا أنا صنعت برودراج تمام أغير بهاي الهالف لايف ممكن أنا أزود بالهالف لايف ممكن أنا أنقص بالهالف لايف تمام وأغير بمن بالبايو ديستريبيوشن اعتمادا على من اعتمادا على دراج اسمه تمام الريتينويك اسيد اعتمادا عليه من اعتمادا على الريتينويك اسيد. من استخدم هذا الريتينويك اسيد استخدمه للصدفيه سورياسيد تمام واللي يكون هو عباره عن هايبربليجيا مو خبيث نون مالجنت. شنو هذين الدراجين الاول دراج اللي هو حصلنا دراجين برودراج تمام اعتمادا عليه من اعتمادا على الريتينويك اسيد اللي هو الاول واحد اللي هو اسمه الإتريتينيت هذا جد راح يكون الهاف لايف مالته 120 يوم بعد شنو تناول الدراج 6 شهور يا هو هذا هذا الإتريتينيت تمام. اذا الهاف لايف مالته 120 زين. لكن الثاني الاكتيف ميتابولايت الهاف لايف مالته جد 33.96 ساعه. طب هم اثنين من الدراجين اثنين عندهم بوتنشيال تيراتودونيك تمام زين. لكن شنو السيرتين من يوصونه لان هذا ايش عنده الهاف لايف مالته قصير فيروح يوصونه للومن اللي شو تكون البرجنسي حامل تمام. ليش؟ لان هي شنو ممكن كليرنس الطرحه من البدي مالتها تمام within responsible time frame يعني فترة زمنية تكون معينة ومحدودة يعني قصيرة يعني تقدر تطرحها. فمن يوصلون للنساء الحوامل هذا هو الإتريتينيت وهذا شنو عندنا هذا هو الإتريتينيت وهذا شو عندي الأستريتين زين. عندنا هنا اللي هو الإتريتينيت بالإتريتينيت هذا شنو هو هذا أصلا عبارة عن شنو هو عبارة عن كحول CH2 هذا عبارة عن شنو CH2 CH3
مرتبط بي او اتش. زين هذا هو هذا كله. زين هذا عباره شنو؟ عباره عن فاتي اسيد. هذا عباره عن فاتي اسيد، هذا عباره عن شنو؟ هو عباره عن كحول. فمن اجى ارتبط راح هذا الاتش طلع، اجى الاو ارتبط هنا بمن؟ بالحامض الكربوكسيلي. تمام، فايش كون لك؟ اذا هنا ايش كون لك؟ استر. هذه شنو هي؟ هذا اسره استريه، هذا استر. تمام، احنا قلنا انه في الكحول ويا فاتي اسيد شو ينطيك؟ ينطيك استر. زين هذا الاستر يطلع من، راح يطلع الاستر. تمام، طلع هذا الاستر يعني الاصل الاستريه طلعت. تمام، زين شو راح يبقى؟ راح يبقى يرتبط هو يعني شنو؟ الحامض الكربوكسيلي الاكتيف جروب مالته هو سي او او اتش، هو هذا حامض كربوكسيلي. يعني بمن نقدر يعني نوضحها يعني نوصل يعني على ما ننساها، انه بمن بالاتريتينيت شنو الاكتيف جروب بي، او شنو اللي يعني شلون اعرف انه يعني الاستركشر مالته انه هو كحول ويا فاتي اسيد يعني استر عندي. بالاستريتينيت او بالاستريتين، تمام، الاستر تطلع شو يبقى عندك؟ يبقى عندك فقط حامض كربوكسيل. زين هنا نجي راح يجي لك بروتين بايندينج، يقول لك اونز ذا دراج انتر ذا سيستميك سيركوليشن ات كان اندرجو سيفرال ايفنت it many stay in solution but many drug will be bound to the serum protein usually albumin the drug can remain in systemic circulation bound to albumin for considerable period and not be available to this site of biotransformation the pharmacological response and excretion. ما فهمت شيء هذا. يقول لك الدراج من راح يوصل للسيستميك سيركوليشن، فهنا راح يخضع المن لعدة أحداث. تمام، ممكن يبقى بالسليوشن، يمكن يبقى بالسليوشن يعني قصدي يبقى بالمعده. تمام، يعني قصدي ممكن شنو؟ عفوا، قصدي يبقى بالسليوشن، قصدي يبقى اكو قسم عنده يبقى وين؟ يبقى بالدم، يعني يبقى ما مرتبط. وقسم عنده لا يرتبط ببلازما بروتين اللي هو الألبومين. زين يعني اكو دراج اسميه باوند دراج، دراج مرتبط، واكو فري دراج، دراج غير مرتبط. زين الدراج كان ريمين ان سيستميك سيركوليشن، ها يقولك الدراج هذا حيبقى وين؟ يبقى بالسيستميك سيركوليشن مرتبط. تمام، بالالبومين، مرتبط ويا يعني مرتبط ويا الالبومين فور كونسايدربل بيرويد اند نوت افايلبل. اكيد هذا الدراج المرتبط اكتف هو، لا لا هو له فعالية، ما له فعالية not available، فعالية شنو؟ ما يصير بي، أول نقطة ما راح يصير بي biotransformation، بيصير بي biotransformation؟ لا ما راح يصير بي biotransformation، هاي أول نقطة. شنو biotransformation؟ يعني على ميتابوليزم، إحنا على مود الدراج يعني لازم أكيد لازم يروح للسايت أوف الأكشن وبعدين للسايت أوف الأكشن يرجع، وأصلا مرتبط، اصلا هو مرتبط مين؟ مرتبط بالبلاد، فما راح وين؟ ما راح للسايت اوف ريكشن. ليش؟ اصلا مرتبط، اذا هو مو اكتف، اذا هو ان اكتف. اذا اولا البايو ترانسفورميشن ما راح يصير بيه، ولا ينطيك فارماكولوجيكال ريسبتر لانه اصلا مرتبط بمين؟ اصلا هو مرتبط بالبلاد او مرتبط بالالبومين، فهو ما راح يروح للريسبترات ويعطيك يعني فعاليه دوائيه او يعطيك استجابه دوائيه، ولا يصير الاكسكريشن، لان الاكسكريشن لازم هم شيء يكون الاكسكريشن فقط اللي فري دراج، بس الدواء اللي راح للسايت اوف الاكشن ويرجع للسايت اوف الاكشن اللي يصير له ويصير له ميتابوليزم انه يصير الاكسكريشن. تمام، اذا ثلاث شغلات ما راح يصير بمن؟ بالدراج المرتبط بمن؟ لا يصير له بايو ترانسفورميشن، لا يصير له ميتابوليزم، اول نقطه لا يصير له ميتابوليزم، لا يصير له فارماكولوجيكال ريسبتر، ولا يصير الاكسكريشن. يقول لك الدراج وين؟ البومين، راح ينطيني دراج البومين ريسبت كومبلكس، هذا شو يكون؟ يكون ان اكتف. بروتين بايندينج كان هاف بروفاوند افكت اون، شو يتاثر على شنو يتاثر؟ يقول لك اولا تاثر على الدراج اللي دراكس افكتيف سولبيليتي، هاي يمكن كلكم تعرفوا. شوف الدراج وذ
such poor water solubility that the therapeutic concentration of inbound. هسه انت يعني بمخيلتك من اللي يرتبط بالدم؟ من اللي يرتبط، العفو، من اللي يكون اكثر solubility، المرتبط ولا ما المرتبط؟ فيقول لك منو الفقير، هسه منو الفقير، منو البور سولب، منو البور ووتر سولبلتي، منو اقل يعني الفقير ذوبانه بالووتر، منو هو يعني منو اللي ما يرتبط، الما مرتبط هو اللي شو تكون بور ووتر سولبلتي. تمام، يقول لك ان البور ووتر سولبلتي يا هو هو الـ هو الـ هو الزرق ما مرتبط بمن بالبلاط، هو اقل ذوبانيه. ليش؟ لان احنا عباره هو الدراج، الدراج هو يكون بجزء قليل هيدروفيلك وجزء كبير لايبوفيلك. احنا نعرف انه البلاد هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن اكواس وماي. زين، منو يجي يرتبط به؟ يرتبط به يرتبط به الاقل، الاكثر شنو؟ الاكثر يعني الهيدروفيلك، يعني مو لازم اكو به جزء يعني جزئيات قليلة تكون هيدروفيلك. هو يجي شنو؟ يجي يرتبط بمن؟ او عفوا يجي يرتبط ايه؟ يرتبط بمن؟ يرتبط لك بالبلط. فيقول لك يا بأنه الأقل ذوبانية بالماء هو يا هو هو الدرج ما مرتبط، أقل ذوبانية بالماء. فيقول لك شوف، يقول لك بور ووتر سولبلتي ذات ثيرابيوتيك كونسنتريشن اوف ذا الانباوند الاكتف. تمام، درج نورمال كان نوت، تمام مثل ما قلنا كان نوت مينتين سلات كان بي very effective agent. هذا ما حيرتبط. ليش؟ لان هذا انا ما راح اقدر احافظ عليه. ليش؟ ليش؟ لانه افكتيف، لانه اكتف، لانه شنو؟ لانه اكتف راح يروح للسايت اوف اكشن، يصير ميتابوليزم ونوبس اكسكريشن واتخلص من عنده. فانا ما اقدر احافظ عليه. اللي حافظ عليه يا هو فقط المرتبط بمن؟ المرتبط بالالبومين. تمام، اتوقع واضحه صارت. فيقول لك هسه نعيدها، يقول لك الدراج اللي راح الدراج اللي يكون عنده بور ووتر سولبلتي ذا ثيرابيوتيك كونسنتريشن اوف الانباوند الاكتيف دراج نورمال كان نوت بي مينتين. ما اقدر اني احافظ عليه. ليش؟ لانه شو يكون؟ لانه يكون فعال افكتيف اكتيف. زين، شنو الفائده من الالبومين دراج كومبلكس؟ هو راح يكون سيفير مخزن. تمام، مثل ما قلنا مخزن شنو؟ ينطلاج انوف كونسنتريشن اوف الفري دراج اللي يسبب لك الفارماكولوجيكال ريسبونس ات الريسبتور. شنو يعني؟ هذا عندي البلاد، هذا ايش عندي؟ هذا عندي هو الدم ماتي. تمام، هذا خلينا نقول انه بروتين البومين، هذا بروتين البومين راح يجي يرتبط به، هذا يرتبط به هنا ادراجات، هذا دق مرتبط. تمام، واكو دراج هنا ما مرتبط، هاي دراجات ما مرتبطه، هاي فري دراج وهاي دراج مرتبطه. تمام، زين، يقول لك شنو فائده الفري دراج، عفوا فائده الدراج المرتبط. فانت هذا الدراج من راح يصير له؟ يروح للسايت اوف الاكشن، هذا مثلا سايت اوف الاكشن، ويصير له وانه بيروح للميتابوليزم وينطرح سكريشن. هذا مكان ظل فارغ، من اللي يعوضه؟ اللي دراج المرتبط يطلع ويعوض الفري دراج. ولذلك يقول لك شو يقول لك؟ راح يكون مخزن ينطي لارج انوف كونسنتريشن، ينطي تراكيز كافيه لمن؟ للفري دراج اللي شنو؟ اللي هي اصلا الها شنو؟ فارماكولوجيكال ريسبونس على الريسبتر. نجي لمن؟ للدراج ديستريبيوشن. البروتين بايندينج ماني او ماي عفوا also limit access to certain body compartment. حتى مبينه، يقول لك يا بي ان البروتين المرتبط هو يروح لأجزاء الجسم؟ لا، هو اصلا مرتبط. شلون يروح مرتبط؟ يعني هذا الدرج لمن؟ لما يصير فري اللي يقدر يروح لمن؟ يروح للسايت اوف الاكشن. هو يقول لك يا بي ان الدرج او الدرج المرتبط بالبروتين هذا حيكون محدود العبور مالته لمن؟ لأجزاء الجسم. هسه مثلا ايش عندك؟ عندك البلاسينتا. البلاسينتا ما عندها او عندها القدره على ان شنو؟ بلوك باسج بروتين من الميترينال تو الفيتال سيركوليشن. هاي البلاسنتا المشيمه راح تمنع لك انه يعبر البروتين من الدوره الدمويه مات الام للدوره الدمويه مات الفيتال. وبالتالي فالدرج بشكل نورمال، تمام، الدرج اوكي هو البروتين ما يعبر، لكن الدرج يعبر، يقدر يعبر من
من الدورة الدموية مات الأم، يعني من خلال مشيمة من الدورة الدموية مات الأم، إنما الدورة الدموية مات الفيتس. زين بهاي الحالة أكيد شنو راح يسبب لك؟ شنو يعني الدرج؟ هو الدرج وين راح يروح؟ باعتبار راح يروح وين؟ للجنين. هاي بالتالي حش يكون يسبب له هارنفل، يسبب له شنو؟ يسبب له ضرر. المن يسبب ضرر المن للفيتس، بالتالي شو شكلك؟ ينطيك يشكل لك هرم فل او هرم بس ضرر. لذلك هذا الدرج وين راح يرتبط؟ يرتبط بالبروتين على مود. وين يبقى؟ يبقى فقط بمن؟ بالمينرال على مود احافظ ايرتين، احافظ على مين؟ بالمينرال او عفوا بالماترينال سيركوليشن، تمام. ومرتبط بمن؟ بالسيرم بروتين مات المذر. مذر زين. يجي الدرج half life in the body and the drug duration of the action. يقول ذا الألبومين، تمام، the drug complex act as reservoir by providing large enough concentration of the free drug to cause pharmacological response at the receptor. هاي قلناها. إذا the drug protein complex is too large to pass through the renal glomerular membrane. هاي هم حكيناها، قلنا يا بنو الدرج، تمام، الدرج المرتبط بمن؟ المرتبط ببروتين، هو ما راح يمر شنو، يعني ما يصير لك سكريشن، ما راح يمر شنو خلال شنو؟ خلال الرينال جلومرولار ممبرين، يعني ما يصير شنو؟ فيقول لك يمنع لك سكريشن، ما يصير لك سكريشن، تمام. تمام. وقلنا البروتين المرتبط راح يحدد شنو؟ يحدد لك من البايو ترانسفورميشن. إن البايو ترانسفورميشن الميتابوليزم ما راح يصير له، تمام. وتفاعله ويا سبيسيفيك ريسبتور همين شنو؟ ماكو، هم راح تتحدد لان هو ان اكتف. فيقول لك انه حتى تفاعله ويا سبيسيفيك ريسبتور شنو هم راح يتحدد. مثال عندنا هنا، تمام، البولر من تراي بونوسايت اللي هو السرامين. هذا السرامين راح يبقى يقول لك ريمين ان البودي in the protein bound، راح يبقى مرتبط بالبروتين 3 اشهر. الهاف لايف مالته 50 يوم. The maintain dose for this drug is based on weekly administration. ها شنو يعني هنا؟ هسه احنا شو اتفقنا؟ السورامين راح يبقى مرتبط بالالبومين 3 اشهر، الهاف لايف مالته 50 يوم. زين maintain dose، نحافظ على الجرعة لهذا العلاج. شو نحافظ عليه؟ اعتمادا على من؟ اعتمادا على الويكلي administration، يعني الاعطاء الاسبوعي، يعني اسبوعيا هو شنو ينطي هذا له. اول شيء first، تمام، is made seem to be advantage the patient. اول شيء شنو هذا الشيء؟ انه هاي الاعطاء الاسبوعية هي بها advantage المن للبيشنت، لكن البيشنت ممكن شنو يصير عنده؟ يصير عنده adverse reaction، يعني آثار جانبية. شو وقت؟ significant length of time will be required before the concentration of the drug fall below toxic level. يعني من راح يستمر عليه فترة طويلة، فشنو تنطيك؟ تنطيك adverse reaction، تنطيك آثار جانبية. أول شيء هسه خلينا نفرض هنا ايش عندنا؟ هذا هسه عندنا هنا شنو؟ هو عندنا هذا هذا شنو؟ هذا الفينيس مالتي، فينيس سيركوليشن، يعني سيستميك سيركوليشن مالتي، تمام. ايش عندي بيه؟ عندي بيه هذا الالبومين مثلا مرتبط مثلا بدرجات. هذا نادريك، تمام، نادريك، تمام. واكو درجات فري. زين يقول لك يابا انه انا هذا من انطي بشكل اسبوعي، هو اول شيء بي ادفانتج للمريض. شلون بي ادفانتج؟ لان انا راح اشجي وين يرجع يرتبط هو مثلا انا اخذت علاج، هذا العلاج وين يرجع يرتبط؟ يرتبط بالالبومين. فهذا الدراج ممكن يطلع وين يروح؟ للسايت اوف الاكشن. يطلع السايت اوف الاكشن، من اللي يعوض مكانه؟ المرتبط هو اللي يعوض مكانه، تمام. وانا اخذ يجي يرتبط بمن؟ يرتبط بالالبومين. الالبومين هذا المرتبط بالالبومين، مين يطلع الفري دراج؟ يجي هذا المرتبط يعوض الفري دراج، وهكذا. لكن انا من انطيها اسبوعيا ممكن يعني يصير ادفيرس، يعني ادفيرس رياكشن، اثار جانبيه. ليش؟ ممكن انا مثلا هنا
عندي فد دراج بعد باقي دراج اكو دراجات وجاي اخذ دراجات فهذا الالبومين شنو صارت بي دراجات هواي هذا الالبومين الالبومين صار بي شنو دراجات هواي فشنطيك ينطيك اثار جانبيه زين يقول لك انتراكشن وذ اذر دراج تفاعل ويا من مثلا عندك رسب عندك مثلا هذا الالبومين يتفاعل ويا مجموعه دراجات مو دراج واحد مثلا الدراج كذا يعني دراج اي ودراج بي اثنين هذا الالبومين شنو راح يرتبط ويا ذني الدراجين اثنيناتهم تمام خلينا نجي نفهم شو يقول يقول الانتراكشن وذ اذر دراج ذا دراج بروتين بايندينج فينومون او فينومين تمام فينوما تمام ظاهرة يعني هي can lead to some clinically significant drug-drug interaction that result when a drug displaces another from the binding site albumin يقول مثلا أنا عندي drug وهذا الدراج إنها بهذا الموقع بهذا الموقع عفوا عند ريسبتر أو البومين عفوا بهذا الموقع بهذا الموقع شنو موجود موجود دراج اذا عندي شو عندي عندي دراج بروتين بايندينج وشنو واجا دراج ثاني تفاعل نفس الموقع المرتبط يعني بهذا الموقع هم دراج هذا دراج ثاني بنفس الموقع يقول لك صار دراجين على من على البومين واحد فيقول لك انه ذا دراج بروتين بايندينج في نوما كان ليد تو سم كلينيكالي سيجنيفيكانت يعني ممكن شدي ينطيك يعني فد اثار سريريه تمام دراج دراج انتراكشن فايش راح يسوي واحد من ذن الدراجات يعني عندما شنو شو وقت ينطق الكلينيكال سيجنيفيكانت من واحد من ذن الدراجات يزيل الثاني شو يزيل يزيل الثاني تمام من موقع الارتباط او الالبومين معطينا مثال مثلا عندي عدد كبير منين من الدراج اللي يزيلك يا هو الانتي اجولنت مضاد التخثر الوارفرين فهذا يجي مثلا هنا عندك وارفرين مرتبط بالبومين يجي مجموعه دراجات تجي لك هذا الوارفرين فهنا احنا من انزل احنا هو شوف هسه هذا الدراج يعني احنا كل ما انزال من الالبومين هذا شيء بفائده انه ليش على مود يصير اكتف لانه من يكون مرتبط وان اكتف تمام مثلا مجموعه دراجات شنو تزيل لك تمام ديزبليس الانتي اجولانت الوارفرين منين من الالبومين هذا شنو قلنا هذا ايش بيشن بفائده لانه شو يصير راح يصير اكتف فاذا مش يكون هو يزيد لك منين من الافكتيف كونسنتريشن مال وارفرين وين على الريسبترات لان نشوف هسه مثلا هنا او ما يحتاج يعني ما يحتاج واضحه هي شوف يعني بس خليني اوضح بصوره اوضح هو وارفرين مرتبط على الالبومين هذا الوارفرين مرتبط على الالبومين تمام هو ان اكتف من اجيب دراجات توخر لك الوارفرين هذا الوارفرين يروح للسايد اوف الاكشن زائد السايد اوف الاكشن شبيهه ريسبترات فيصير افكتيف احنا الدراج امتى يكون فعال مين يرتبط بريسبتر هو اذا ما يرتبط بريسبتر الدراج ما حق ما له اي فعاليه لازم يرتبط بريسبتر الموجود على السايد اوف الاكشن تمام على مشين يصير له فعاليه تمام هذا شنو راح يزيد لك من الافكتيف كونسنتريشن اوف الوارفرين على الريسبترات وبالتالي يزيد لك من البرون ثرومبين تايم وكذلك يزيد لك من البوتنشال هيمورايج زين نجي للتشو ديبويت the drug can also be stored in tissue ديبويت يعني اصلا يعني يقول لك احنا اخذناه يعني اخذنا بالتشو ديبويت اللي هي الانترا ماسكولار والسوب كونتينوس زين يقول لك هنا انه الدراجات ممكن تنخزن وين تنخزن بالتشو ديبويت زين ناتشورال فات كونستويت سم 20% 50% to 50% اوف البودي ويت اند الكونستويت ديبويت اوف الكونسيدرابل امبورتنس يقول لك يا بانه المكون مات الفات الطبيعي هو ايش قد حيكون من 20% ل 50% من البودي ويت تمام هاي الكلاوات زين The more lipophilic the drug, the more اللي الدرج من يكون أكثر lipophilic راح يكون more likely to will concentrated in this pharmacologically in near the void.
احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا انه من احقنها راح تروح هذه الانتراماسكولار والسب كونتينوس وين تروح؟ تنخزن بالتشو ديبويت. فانا شو تكون لها فعاليه بالتشو ديبويت؟ ما لها فعاليه. يقول لك كل ما كان هو، لان هو شنو هي هذه التشو ديبويت هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن انسجه دهنيه. زين، وكل ما كان الدراج اكثر لايبوفيليك مور لايبوفيليك، كل ما كان شنو؟ كل ما كان تركيز الدوائي بهذا الديبو شو يكون؟ انيرت خامل. شو يكون؟ يكون انيرت. عندك مثال تمام اللي هو الباربيتوريت تمام ثايوبينيتول، هذا شنو خصائصه؟ اول هو يكون لايبوفيليك تمام، ويكون الالترا شورت اكتنج، العمل مالته شو يكون؟ يكون قصير. الكونسنتريشن رابيدلي ديكريس بيلو ات از افكتيف كونسنتريشن فولوينج ادمنستريشن، يقول لك تركيزه راح يقل بسرعه عن التركيز الفعال عند ما اخذنه. يعني بس اخذ هذا الدراج بس اخذنه، هو تركيزه راح يقل دون التركيز الفعال تمام. زين، it disappears into tissue protein، هو راح يعني من اخذنه انا ليش وليش حيقل تركيزه؟ لان وين حيروح؟ ممكن يروح بالتشو بروتين، اكيد حيروح وين يروح؟ يروح بالتشو بروتين. فالتشو بروتين وين ينتشر؟ ينتشر بالبودي فات. بعدين البودي فات هو فات وهذا لايبوفيليك، فانتشاره خارج التشو ديبويت شو تكون؟ تكون بشكل سلولي. فاذا يقول لك سلولي ديفيوج باك اوت ذا تشو ديبويت، فشو يكون؟ يكون تركيز يعني انتشاره خارج التشو ديبويت شو حيكون؟ يكون قليل. ليش؟ لان هو هايدروفيليك والبودي فات والهاي التشو هي دهنيه، فيعني الدهن دهنه محبات اله، فعملية انتشاره او يعني خارج التشو ديبويت شو حتكون؟ تكون قليله. لكن الكونسنتريشن تركيزه شو حيكون؟ يكون لور اقل على مود شنو؟ يعني ما اصلا ماكو تركيز على مود ينطيني يعني استجابه علاجيه. زين، only initially administrated thiobinitol is present high enough concentration. ها يعني only فقط initially administration، فقط من اول ما اخذنه ثايوبينيتال وش حيكون؟ يكون تركيز هاي انوف كونسنتريشن. ليش هاي انوف كونسنتريشن؟ على مود يرتبط ويا الريسبترات، على مود وين يرتبط؟ يرتبط ويا الريسبترات. زين، the remaining thiobinitol diffuse out of tissue deployed، بعدين تروح وين؟ للسيستميك سيركوليشن. يعني يقول لك نو راح يبقى هاي، يعني يبقى ثايوبينيتال ينتشر يعني بس بشكل سلولي من التشو ديبويت وين تروح للسيستميك سيركوليشن تمام. بما انه شو حيكون انتشار؟ حيكون بطيء، فتركيزه شو حيكون؟ يكون قليل على ان يعطيك شنو؟ يعطيك فعاليه، وقليل ما ينطي فعاليه اصلا تمام. بعدين شو يصير له؟ يصير له ميتابوليزم عن طريق الليفر وينطرح عن طريق الاكسكريتد تمام. زين، ان جنرال بشكل عام structural change بشكل عام structural change التغيرات الكيميائية بهذا الدراج اللي هو الباربيتوريت سيراز that favor partitioning into lipid tissue storage decrease the duration of action but increase the central nervous system depression. شو يقول لك؟ أنا يقول لك بشكل عام إنه أنا منسوي تغيرات بهذا الدراج، شو راح يصير اللي بالتشو ستورج؟ راح تقل الفترة مالتها. ليش تقل؟ لان هو شنو؟ لان هو اوكي شو اتفقنا احنا من الساعه؟ قلنا انه انتشاره حيكون بطيء، لكن انا بنسوي تغييرات كيميائيه، فهنا يعني ممكن شنو راح ازيد يعني تقل الفتره مالتها، تقل شنو؟ ديكريز، تقل الديوريشن، الفتره مالتها تقل. يعني شنو؟ من الساعه كانت الفتره مالتها شنو تكون طويله، يعني لان هي شنو كان انتشارها شكون بطيء، يعني معناها اذا بشكل بطيء معناها شنو؟ معنى انتشارها يعني انتشارها يعني الديوريشن مالتها ازداد. هنا الانتشار اللي من اسوي تغييرات بالستركشر مالتها شو حيكون؟ يقل شنو؟ يقل عندك الديوريشن اوف الاكشن، لكن السنترال نيرف سيستم شو حيصير بي؟ يتثبط. زين، هذا اللي هو نفسية العلاج الباربيتوريت من يكون السايد تشين مالته بولر يعني هايدروفيليك، معناها تشارج، معناها عليه شحنات تمام. فشو حيكون؟ يكون سلوت بالاونست اوف الاكشن ويكون لونج بالديوريشن اوف اكشن. شنو نعرف احنا؟ هايدروفيليك ما محب للسيل مبرين،
فشو راح يكون؟ يعني بطيء الاكشن مالته ويكون طويل الفتره مالت الاكشن، تمام؟ زين. هنا يقول لك انه من اقارن بالسنتر في السيستم، فعمليه دخوله وخروجه من السنتر في السيستم شو راح يكون؟ اكيد راح يكون بطيء. ليش؟ مقارنه بالمور لايبوفيليك ثايوبينتول، اكيد لان هذا لايبوفيليك سيل ممبرين محب الى، لان سيل ممبرين عباره عن باي لاير من الفوسفوليبيد، وهنا قلنا شنو هو بولر معناها هايدروفيليك، فاكيد شنو راح تكون عمليه الانتشار مالته وعمليه دخوله وخروجه من السنترال نيرف سيستم راح تكون بطيئه.